البنات، السلام عليكم البنات، معكم اختكم بشرى من بريطانيا. شوفوا البنات، راني نفيلمي لكم في العنيش، هاي رايحه. شوفوا البنات، شوفوا ما شاء الله نعمه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. شوفوا البنات ما شاء الله النعمه. رانا رايحين البنات، رانا نصبروا لكم في الطبيعه. خرجنا اليوم ان شاء الله، عجنت عجنه وخرجت انا وراجلي، خرجنا نجيبوا له شويه. وصلنا لهاد لا فيرم، رانا نفيلميو لكم. فوالا البنات، فوالا فوالو فوالا، ها هم ما شاء الله. شوفوا البنات، شوفوا النعمه، شوفوا البنات، شوفوا العواد، شوفوا البط، شوفوا سبحان الله النوار فوق الماء والبط. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. البنات ما تنسوش الدعاء، دعاء النبي. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ما تنسوش البنات الدعاء، رانا في رمضان. حبيت نجاوب هذيك الأخت سلمى اللي عندها اليوتيوب سلمى تي في جوكخوا، حبيت نجاوبها كي قالت لي لفوا باسي، قالت لي بشرى ما انتي ما تحتفليش بليلة النص، ما ديريش الكاطو، ما ديري والو. حبيت نقول لك اختي، انا ما من عادتنا احنا، نتوما بالك المغاربه، تحياتي للمغاربه المغربيات والمغاربه ان شاء الله بالكل، كاع من طنجه للقويره. قلت لك الاخت، انا ما نحتفلش، انا ما نديرش، انا احنا مانيش عارفه، انا احنا ما في عادتنا يما الله يرحمها، ماشي ما كانتش تدير زعما قاطو هكذا في ليله النص، ولا احنا نستناو ان شاء الله العشرة الاواخر ان شاء الله نديرو حبيبات قاطو للعيد، يعني هكذا لان نحتفلوا بالعيد. فوالا هذا ما كان الاخت، ماشي ما نعرفوش احنا هكذا، بالك نتوما ديروا المسمن ولا ديروا الطعام ولا واش ديروا، جو سي با، مي احنا ما نديروش هذا الشيء، ما ماشي من عادتنا. فوالا يعني في العيد ان شاء الله يكون العيد تاعنا يكون ان شاء الله بالحلاوات. فوالا، وليس العيد لمن لبس الجديده، ماشي العيد اللي يلبس الجديد، العيد لمن ان شاء الله عبد الله على حق. ان شاء الله ربي يثبتنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. ان شاء الله ربي يوفقنا البنات ويثبتنا ويثبت اقدامنا ويثبت وليداتنا ووليداتكم وليدات المسلمين اجمعين ان شاء الله. فوالا البنات، رانا متجولين انا والزوج تاعي، خرجنا رانا نقصروا، رانا نشوفوا، قلنا ولا غنفيلميو لكم نوريو لكم شويه الجو، لو طوني ندخل الدار وندير لكم اون فيديو في الكوزينه. فوالا حبيباتي، خواتاتي، خاوتي، سلامي ليكم الكل، وان شاء الله نتلاقاو شويه هكذا. البنات، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.